شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيدة منى المؤيد عضو مجلس الشورى وعضوية سعادة النائب زينب عبد الأمير في افتتاح المنتدى البرلماني العالمي لحرية الإعلام والمنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر الجاري بتنظيم من المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي. وقد قدم اليوم الأول من المنتدى قراءة لحالة حرية الإعلام العالمية مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لحماية الصحفيين والحفاظ على الديمقراطية، كما تم استعراض وجهات نظر البرلمانيين حول ضمان حماية حرية الإعلام والصحافة. وفي هذا الصدد صرحت سعادة السيدة منى المؤيد عضو مجلس الشورى رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى أن حرية الإعلام وحماية الصحفيين من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وأنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى، مؤكدة أن البرلمانات اليوم يتوجب عليها العمل بشكل مستمر من أجل تطوير وتحديث البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة للإعلام. هذا وقد تضمن اليوم الأول من المنتدى البرلماني العالمي لحرية الإعلام مناقشة عامة حول كيفية عمل البرلمانيين مع الشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين لجعل هذه الآليات الدولية أكثر فعالية.